السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عندنا موديل وعايز ان انا اعمل له اناليسز على برنامج ايكويست او برنامج اوبن استوديو، اشمعنى الاثنين دول؟ الاثنين دول اداؤهم عالي جدا واعترف بيهم في الليد، وفي نفس الوقت بيقدروا ياخدوا شغل من البيم، وفي نفس الوقت مجانيين اوبن سورس، يعني مش محتاج ان انت تفعل كراك وباسورد والحاجات دي كلها. نقدر نقارن البرنامجين دول بايه؟ نقدر نقارنهم مثلا بديزاين بيلدر، الأداء بتاعهم عالي زي ديزاين بيلدر لكن هما مجانيين. طيب أول حاجة لازم نعملها إن احنا بنجهز الموديل بتاعنا، وبعد كده بنعمله أناليسيس، بنرفعه على الموقع اللي هو جرين بيلدنج ستوديو، وبعد كده بنحمل الملف من جرين بيلدنج ستوديو بعد ما نعمل التعديلات اللي هنتكلم عليها، ونكمل على ايكويست. الموضوع ممكن هيبقى طويل شوية، فهنضطر ان احنا نقسمه لكذا فيديو، لكن المهم ان انت تفهم الموضوع لان هتفرق معاك كتير جدا في الشغل، وتقدر تعمل حاجه معترف بيها. طيب خلينا نبدا مع بعض. اول حاجه نعملها ان احنا نحدد اللوكيشن بتاع المشروع، لان الحسابات هتفرق كتير لو انت عامل المشروع ده في امريكا او في مصر او او او. فبيقول لك انت ممكن ترفعها من السيرفي بوينت، وخد المكان وبدا ان هو يعمل حسابات عليها. دي اول نقطه، دي موجوده في 2024. او ممكن تورن الانترنت مابينج فيجيب لك خريطه، فانت تعمل سيلكت المكان اللي انت عايزه، او تقدر تكتب له خطوط الطول والعرض، او هيجيب لك ديفولت سيتي ليست تختار منها. تمام، هتلاقي كل المدن، تقدر تختار المدينه اللي انت عايزها. ماشي، مثلا القاهره موجوده اهي. تمام، طيب ممكن تقول الانترنت وتبدا تعمل زوم على الجزء اللي انت عايزه، او تعمل سيرش على المكان اللي انت عايزه. كده احنا ادينا له اللوكيشن. طيب بعد كده ممكن نقول له ان احنا عايزين كرييت انرجي موديل، وهو يبدا يعمل الانرجي موديل، ويبدا يعمل الحسابات بتاعتنا، ويبدا يوريها لنا على ال 3 دي. طبعا في اعدادات كتيره هنبدا نبص عليها مع بعض، بحيث ان احنا نحدد الحساب بتاعتنا هتعمل ازاي. طيب الموديل دوت ما فيهوش الاعدادات، هو خد الاعدادات الافتراضيه عشان نبقى فاهمين، خد الاعدادات الافتراضيه. طب انا عايز احط الاعداد بتاعتي، ده بقى اللي احنا هنركز عليه في الكلام اللي جاي ان شاء الله. تمام، طيب عندي هنا الانرجي سيتنج. الانرجي سيتنج بيقول لي انت عايز تعمل الموديل ده من خلال ان انت تعتمد على البيلدنج اليمنت. بيلدنج اليمنت اللي هي الحوايط، الابواب، الشبابيك، المعلومات ديت. لو في روم اند سبيس هيجيب لك روم اند سبيس، او ممكن تعتمد على كونسبت ماس بس، يعني كنت في اول مشروع وتفكر المشروع ده تخليه شكل دائري، شكل مربع، شكل مستطيل، فممكن تعتمد على الماس بس. بيلدنج اليمنت اشوف الحوايط والشبابيك والحاجات دي كلها. روم اند سبيس هيبدا يشوف الغرف. طيب يوز اونلي اليمنت فيزيبل ان كرنت فيو، ده لو انت عندك جزء كبير وانت عامل جزء معين بس اللي ظاهر في كرنت فيو، خلاص هياخد الجزء اللي ظاهر. ممكن عندك ثلاث مباني وانت مركز على مبنى واحد. الجراوند ممكن يكون عندك كذا دور، ففي دوار تحت هو هيعتبرها ان دي البيزمنت، فليها حسابات تانية مختلفة تماما. فهو بيسألك انهي دور بالنسبة لك هو الجراوند بتاعك. البروجكت فيس ممكن يكون عندك المشروع بتعمل على كذا مرحلة، فانت عايز تشوف الحساب بتاعت المرحلة اللي احنا فيها. اناليتيك سبيس ريزوليوشن، دي هنا بيتكلم عن الفجوات اللي ممكن نتجاهلها وما نعتبرهاش اوبننج. يعني لو مساحة صغيرة مثلا 457 ملم او 18 انش هنتفجهلها، ودي المينيمم فاليو، الماكسيمم فاليو، وهكذا. فتقدر انت مثلا تقول له تجهل لي لو هي مثلا 5 سم 50 سم، انما مش يبقى 3 متر اوبننج بين حيطة وحيطة ونقدر ان احنا نتجاهلها. نفس الفكرة برضو اناليتيك سيرفيس ريزوليوشن، ده اللي بنتكلم على السيرفيس. طيب هنتكلم بعد كده على البراماتيك زون ديفيجن، هو قسم دلوقتي المبنى لاجزاء، اني اقسمه بقى على مقدار قد ايه؟ يعني ممكن تقول له كل مثلا مسافه معينه اعتبرها زونز، لو المسافه كبيره يبدا ان هو يعتبرها زونز، بحيث ان هو يقسم لك المحيط بتاع المبنى بالشكل دوت. طيب المسار اللي هيبقى فيه التقرير او الريبورت، اذر اوبشن، تعال ندخل في اذر اوبشن، هنلاقي مثلا بيقول لي الازاز او النسبه قد ايه من الواجهه بتاعه المبنى هتبقى ازاز، ممكن ما يكونش عندك ازاز خالص، ممكن في نسبه معينه. تارجت ستيل هاي، الارتفاع بتاع النوافذ هيبدا من كام؟
الشيد، هل انت عندك شيد ولا لا؟ فلو عندك شيد الدبس بتاعه هيبقى قد ايه؟ السكاي لايت بنسبة قد ايه؟ هنا الاكسبورت عايز حاجة سيمبل ولا عايز حاجة ادفانسد كومبلكس. كل ما بيكون المبنى بتاعك سيمبل كل ما بيكون القراءة بتاعتك ادق. طيب الغلاف بالنسبة لك قد ايه؟ بيلدينج سيرفيس هتخدم التكييف، اي نوع من انواع التكييف؟ نوع المبنى بتاعك بيلدينج، طيب هل هو اوفيس ولا ايه؟ الاوبريشن سكادول يعني هيشتغل مثلا 7 ايام في الاسبوع ب 24 ساعة ولا هو حاجة حكومية بيشتغل 6 ساعات؟ طيب الاوت دور لو في مباني حواليك او الواجهة الخارجية، او دور اير بير بيرسون او دور اير بير اريا، فتبدأ يعمل الحسابات بتاعته على كده. الاكسبورت كاتيجوري سبيس ولا روم؟ طبعا السبيس بيكون ادق، بتدخل انت معلومات ادق. كونسبشوال تايب، فهيبدا بقى ان هو مثلا ايه الاكستيريور وول، لو ما عندوش المعلومه هيفترض القيم ديت. عايز ديتيل اليمنت ولا لا؟ طيب انت هتقول له اوكي، هيبدا ايه يعمل حساباته بعد كده على الاعدادات الجديده. طيب ممكن نقول له بقى جنريت، ساعتها بقى هياخد الموديل دوت، هقول له اعمل ابديت للانرجي موديل دوت على اخر حاجه احنا مديناها لك، ساعتها بقى هيرفعه للموقع بتاعنا. طيب اول ما هتدوس هنا هيبدا يجيب لك معلومات، هو هيفترض بعض الافتراضات. بمعنى ايه؟ هيبدا ياخد المعلومات اهيت ويبدا يقول والله لو غيرنا في الحيطه في مقدار معين هنقدر نوفر طاقة قد كذا. كل الحاجات دي بتعمل تلقائي، انا لسه ما عملتش حاجة. ايه اللي انا اعمله؟ هاجي هنا اكشن واقول له انا عايز اعمل ابلود للجي بي اكس ام ال. طب اجيب الجي بي اكس ام ال منين؟ من الريفت. ازاي؟ هروح للريفت هنا بعد ما يخلص واقول له انا عايز اعمل اكسبورت للجي بي اكس ام ال. الجي بي اكس ام ال اللي هي جرين بيلدينج اكس ام ال، دي امتداد كده عامل زي الاتش تي ام ال، زي صفحات الانترنت، بتكون المعلومات مشفرة. يعني لو انت بتعود عليها ممكن تقرأ، لكن هي معمولة مش ان انت تقرأها، لا ان الكمبيوتر يقرأها. طيب هو هيرفعها اوتوماتيك للموقع اللي احنا قلنا عليه. كل اللي علينا بقى دلوقتي ان احنا نسيف الملفات دي XML، جيرين بيلدينج XML، عشان هو يقدر يقرأها. فايل واقول له اكسبورت XML اهو، بيقول لك بقى عايز البيلدنج اليمنت ولا عايز الروم اند سبيس اليمنت ولا عايز الكونسبشوال ماس اند بيلدنج اليمنت. طيب انت بقى تشوف اني البيلدنج اليمنت لما تكون انت رسمت التفاصيل، الماس لو انت لسه في اول مشروع لسه بتفكر في المشروع هيتعمل ازاي. فهو هنا بيدينا الملف فسيافه في الدوكيومنتس. تمام نرجع بقى للموقع بتاعنا واقول له ابلود. خلي بالك انت برضه ممكن تعمل اكسبلود، تقدر تعمل امبورت واكسبورت، تقدر تستورد وتصدر. هقول له اوبن، خلاص بقى موجود. هقول له ابلود، فده بيعمل ابديتد للمعلومات في الموقع بحيث ان هو يجيب لي حاجات دقيقه. تمام هتبدأ تلاقيه ان هو بيعمل رفع للملفات اهوت، بحيث ان انا اقدر اعمل الترنتيف، وهنشرح كل حاجة بالتفصيل ان شاء الله في الفيديوهات الجاية ان شاء الله.